افتخروا بمنتخبكم يا مغاربة. مدرب البرازيل بذات نفسه بيعترف بقوة المنتخب المغربي وبيؤكد ان النهاردة المغرب كانت تستحق الفوز على حساب منتخبه المنتخب البرازيلي. منتخب البرازيل المصنف رقم واحد في المنتخبات لكرة القدم داخل الصالات، مدربهم النهاردة بيؤكد ان هو فاز على أقوى منتخب في العالم للفوتسال، المنتخب المغربي. المنتخب المغربي النهاردة عمل مباراة عظيمة جدا، لكن سوء التوفيق اللي كان ملازم لاعب المنتخب المغربي زائد الحكم الفاجر المرتشي كان لهم رأي آخر في فوز المنتخب البرازيلي. لايكاتك يا مغربي يا عظيم، اشتراكاتك يا مغربي يا كبير، فعل زر الجرس من أجل متابعة كل جديدنا خلال الفترات القادمة. مدرب المنتخب البرازيلي النهاردة قال إن سيناريو المباراة بالنسبة له كان سيناريو مرعب للغاية، رغم تقدمه 3-0 لحد آخر 7 دقايق من الشوط الثاني، لكن مع جون سجله المنتخب المغربي أصبحت النتيجة 3-1. حس بالرعب ليه؟ لأن المنتخب المغربي كان ضاغط بشكل مهول، كان ضاغط بكل ما لديه من قوة، واعترف مدرب البرازيل أن المنتخب المغربي كان يستحق التعادل في نهاية المباراة بإهداره العديد وعديد من الفرص، و أكد المنتخب مدرب المنتخب البرازيلي إن المنتخب المغربي أي نعم خسر النهارده، ولكن يبقى من أقوى إن لم يكن أقوى منتخب في كرة القدم للفوتسال. في نهاية الأمر كل التوفيق، كل التوفيق فيما هو قادم لهشام الدكيك المدرب المحترم ولكل لاعبتنا ورجالتنا في الفوتسال. والنهارده شابوه ليكم، والله شابوه ليكم يا أسود الأطلس.